مرحبا يو جايز. الفيديو اليوم رح يكون انذر ديكلاتر فيديو للميك اب كولكشن تبعي اللي هن مجموعه فيديوز عم بتخلص فيهم على ميك اب برودكت انا عنديهم بالكولكشن، بس اكشلي يمكن ما هم ماي فيفورت او ما بستعملهم. اكيد رح كون عم احط لكم بلاي ليست تبع ديكلاتر تبعي بزيت سكرين بخانه المعلومات تحت. انا شخص مغرومه بالميك اب، عندي ميك اب كولكشن كثير كبيره، بشتري ميك اب كثير وكثر خير الله بيوصل كثير قصص فور فري. سو انا عم بوصل لمرحله في عندي برودكتس بشقعين فوق بعضهم، وبالمقابل اكيد في برودكتس انا هملتهم وما بدي اوصل لمرحله انه انا هدول البرودكتس خلص مدتهم عندي بالكولكشن وانا ما استفيد منهم، وبالمقابل ما كون اعطيتهم لحدا غيري يستفيد منهم. سو كرمال هيك عطول بعمل لكم ديكلاتر فيديوز. بس قبل ما بلش اذا انت جديد بقول لكم مرحبا يا اهلا وسهلا فيكم. انا اسمي ريبيكا، انا حدا كثير بحب الميك اب الملون. الميك اب يلي على وجهي اوريدي نزل فيديو رح تكون بزاويه سكرين بخانه المعلومات تحت، ورح تلاقوا بخانه المعلومات تحت كمان كل شيء حطيت على وجهي ديسكاونت كودز وين بتلاقون كثير تفاصيل غير. انا حدا بحب اعلمكم تعرفوا تعملوا الميك اب تبعكم اهين اسرع برودكتس اوفر، بجرب افوت لكم شوي الالوان على حياتكم وعلى الميك اب تبعكم. قبل ما بلش بهذا الديكلاتر اليوم رح بيكون ديكلاتر لكل شيء: ليكويد لاينر، جل لاينر، بوت لاينر، كيك لاينر، جليتر لاينر، ديب لاينر، كولورفل اي لاينر، كل شيء that's liquid او جل رح نعمل ديكلاتر اليوم لانه I have a lot. ما بديكم تنسوا تعملوا لايك كومنت اند سبسكرايب، تدوروا جرس هون حتى كلمة سبسكرايب لما تقفوا الفيديو، لانه انا بطلع لكم 2 فيديوز بير ويك. اللي شايفينه قدامكم هن all of my eyeliners، ان كانوا cake liner، gel liner، dip liner، liquid eyeliner، glitter liner، colorful eyeliners، كل شيء انا بعتبره as eyeliner هو محطوط قدامي. انا قاعد على الارض، background اليوم هو الحيف، so that's why it's completely white. كل شيء رح اخليه عندي رح احطه قدامي، وكل شيء رح بتشوفوني عم مد ايدي على تنميل هو قصص انا رح اتخلى عنه، ورح اكون عم بشكلكم كل product او جرب اتذكر كل product لكم اذا هو product انا اشتريته او وصلي فور فري. بس keep in mind انه حتى لو وصلي فور فري هيدا البرودكت اذا انا ما بحبه رح اكون كتير صريحه معكم وقلكم انه هيدا البرودكت انا ما نسبني. وkeep in mind اذا حكيت عن شيء انتم كتير بتحبوه دنيا ازواق، يمكن انا برودكت اللي وصل لي كان عاطل، يمكن انا ما عرفت استعمله. and keep in mind انه حتى لو حكيت عن برودكت وصلي فور فري مش معناته انا ناكره للجميل، بالعكس انا عم جرب اكون صريحه معكم. وبعد شغلي قبل ما بلش بالديكلاتر، بالوقت اللي انتم بتشوفوا هيدا الفيديو اكيد البرودكت اللي شايفينه قدام كون اللي دخلت عنهم بطلوا موجودين عندي بالكولكشن. سو في وقت بين ما انا عم صور الفيديو وبين ما عم نزلكم اياه، اذا بدكم تسالون عن حيالا برودكت انا دخلت عنه هو بطل موجود عندي. وهلا عن جد خلينا نبلش بالديكلاتر. قدامي في 52 اي لاينر، اوكي؟ كل شيء ما بيجي قلم بينبرى، هو محطوط عندي هون. في عندي ثلاثه مختومين اي ثينك، والباقي كلهم مفتوحين وانا عم بستعملهم. كونهم شيء بيجي ليكويد هن قصص بتخلص مدتهم اسرع، واكيد ما لازم تكون عم خليهم عندي، وبالفضل انه اتخلى عنه واعطيهم لحدا غيري يستفيد منهم عن انه خليهم محطوطين عندي بالكولكشن ويناشفوا او ما اقدر استعملهم. حتى الجل لاينرز بيناشفوا مع الوقت، so I should be decluttering these. keep in mind انه هيدا رايي انا بتجرد، وعم جرب انه خفف الكولكشن عندي. الجول تبعي انه انزل من 52 لشي بثلاثينات، رقم بثلاثينات ما بيهمني، بس عن جد لازم اوصل لرقم بثلاثينات. وقدامي في كمان 6 تستر سايز او ميني سايز، هيدا لانه اذا انتم جديد وما بتعرفوا هيدا الشيء عندي، انا عندي عقده من كل شيء تسترز اند ميني سايز، وانا ما بستعمل عندي بالكولكشن. سو بجرب انه عدهم وقتها بدي عد البرودكتس عندي كانهم فول سايز، بركي بستعملهم، وهيدي الطريقه بعدها ما بتنفع معي. سو رح بلش هلا عن جد بالديكلاتر. رح بلش اول شيء برودكت مختوم. بظن بالوقت اللي انتم بتشوفوا هيدا الفيديو بكون اوريدي انا استعملته ان انذر فيديو بيكون طلع قبل هيدا، يلي هو نيكس ايبك انك لاينر. سو هيدا انا ما اشتريته، وصل لي فور فري از ا جيفت من such an amazing woman، كان عندها اونلاين بيج تبيع عليها قصص على لبنان، يلي هو عن جد one of the best eyeliner. هيدا بعده مختوم. I'm gonna be doing a full face of first impression. بظن طلع حط لكم اياه للفيديو بزاوية سكرين بخانة المعلومات تحت. I'm using this one. منه first impression لانه هيدا مستعملته قبل. اللي ما بيعرف قديش حلو ال NYX Ink Epic Ink Liner، عن جد you should try it اذا متوفر عندكم لانه such a great eyeliner. وهيدا اكيد خليته عندي. كل شيء اخليه عندي رح كون عم حطه قدامي، ما بعرف اذا ذكرت لكم هيدا الشيء، وكل شيء رح اتخلاه عنه رح بتشوفني عم مد ايدي لتاني ميل حطه on the other side، وبالاخر نعد شو صار معنا. في عندي هيدا الايلاينر من جوسي بيوتي يلي هو البرنسس
ستراس لاينر. سو هيدا بيجي اي لاينر ذهبي كثير حلو. هيدا بظن انا شريته، بس انا بيوصل لي كثير قصص فور فري من جوسي بيوتي، سو ما بعرف اذا انا شريته او وصل لي فور فري على الاكيد، بس على الارجح هيدا من القصص يلي انا شريتهم. اي لاف ذس اي لاينر، اي لاينر كثير حلو، ريشته كثير حلوه. رح جرب انه ما اعمل سواتشز حتى ما ضلني للسنه الجاي هون. انا بجرب قد ما في سكرهم بقوه للاي لاينرز تبعي حتى ما ينشفوا. هيك بتجي ريشته، ريشته كثير رفيعه وكثير هينه الابليكيتور، وبحبه اكيد. كل هول اللي بيجوا ديب لاينرز يو هاف تو شيك ذم فيري ويل قبل ما تستعملوا. هيدا رح خليه عندي بالكولكشن. عم بطلع برودكت لازم كنت اتخلى عنه من زمان، يلي هو هيدا الكي ستارز كي كلاينر. سو اللي ما بيعرف شو هو الكي كلاينر، هو عباره عن اي لاينر بيجي كانكم اي شادو، تيبيكال اي شادو، بس اذا بتعملوا سواتش ما رح يطلع على ايدكم مزبوط، بدكم ترشوه بمي او بسيتنج سبراي تو اكتيفيت ذيس برودكت. سو انا هيدا البرودكت كان عندي بروجكت بلان 2021، وبظن من نص 2021 كنت عم اقول لكم انه هيدا رح اتخلى عنه، رح اتخلى عنه، رح اتخلى عنه، وبالفينال قلت لكم رح اتخلى عنه. جس وات، قطع اول 3 اشهر او رح يقطع اول 3 اشهر من 2022 وبعده عندي بالكولكشن. سو اليوم رح يكون هول رح اتخلى عنه. اتس ا جود برودكت، بس اول شيء كيب ان مايند انه مش دائما انا في حدا سيتنج سبراي او مي او ريشه تحت استعمله لهيدا البرودكت، وهيدا منه واتر بروف لانه المي بخليه يكون اكتيفيت. سو اذا انا بيجي علي مي بتشتي او حيال شيء هيدا رح بيسوح. سو انا كرمال هيك ما عم بستعمله، ما بلهف استعمله، استعملته كثير السنه الماضيه وانجأ فيه شوية فرق. هيدا انا شريته وهيدا حتخلى عنه، رح نحطه on the other side. في عندي من روبي روز بعثوا لي هن هيدول البرودكتس يلي هن الشاين جلتر لاينرز، بعثوا لي 6 طن، بعثوا لي اياهم ان فول سايز اند ميني سايز. سو هيدول واصلين لي فور فري، هيدول وهيدول. اوكي هلا رح بتشوفوني عم خليهم هول كلهم 12. هيدول الست بعثوا لي اياهم وقت عملت فول فيس اوف تيسترز او ميني سايز، وروبي روز ذي وير كايند انف انه ساعدوني بهيدا الفيديو. رح احط لكم فيديو بزاويه السكرين بخانه المعلومات تحت. سو بعثوا لي اياهم هيدول صراحه وقت ما اكون عم ما وقت ما اكون بمطرح الكولكشن تبعي موجود، يعني ماني بالبيت تبعي، هدول عم خليهم على طول معي لانه مينيز وعم بستعملهم كل الوقت. هدول ما بعرف ليه بس المينيز يلي بستعملهم، ما تسالوني ليه بس I'm using them all the time. سو عندي اياهم هدول يلي خليهم. وفي من الكبار يلي هن الفول سايز عندي 6 الوان، في نمبر 4 ونمبر لحظه بس واحد ماني فتحته، كنت فاكرة 2 مختومين، بس نمبر 4 يلي هو الذهبي أنا ماني فتحته. So I love these، كلهم باقيين عندي بالكولكشن، كل 12 باقيين كلهم بالكولكشن. I'm not doing well. So خليني شد همتي. Okay, so let's see. في عنا هيدا الباستيل بوردو ايلاينر، سو هيدا انا شريته مش وصل لي فور فري. هيدا كان اي ثينك ليميتد اديشن عند باستيل، اتس اي جود ايلاينر، بس انا وقت اشتريته بوردو كنت بدي اياه يطلع بوردو، يعني انا وقت احطه بدي يطلع بوردو مش بني، هيدا بيطلع بني. Unfortunately هيدا رح كون عم بتخلى عنه، حاسه كانه الوايت باك جراوند عم تاخذ شوي من اللون تبع البرودكت. تراست مي على اللي عم بقوله. اوكي في عندي هدول انا شريتهم من زمان وكنت كثير حبهم كرمال هيك خليتهم عندي بالكولكشن، اسمها البراند 7 جيرل. اوكي وكثير حلوين از جلتر ايلاينرز وملونين وريشتهم كثير حلوه وكثير رفيعه، سوبر رفيعه، بس صراحه من وقت ما وصلوا لي تبع روبي روز، اوكي عم بستعمل تبع روبي روز اكثر. سو اللي رح بيصير انه اذا بتطلعوا على الالوان تبع روبي روز في عندي احطهم حد بعضهم تتشوفون، كان لازم احط مينيز. I'm so bad. Anyway احط لكم المينيز تشوفوا الالوان. So في عندي something that's pink فيهم هون تبع روبي روز، ما فيش عم يزبط هيدا البينك. So انا ماني بحاجه للبينك وان، سو رح اتخلى عن ذا بينك وان. في عندي شيء على نسق هيدا الكوبر، سو عندي شيء ان بتوين، في اخلط كمان اللونين تبع روبي روز هيدا رح اتخلى عنه. بضل في عندي ذا بيربل، ما عندي شيء على نسق، سو رح خلي ذا بيربل وان. في عندي هيدول الثلاثه اي لاينرز من عند بوهو. سو بوهو از اي جرين ميك اب لاين او ميك اب كوزماتيك براند، يعني بتجي معموله من قصص طبيعيه، وهيدول وصلوا لي فور فري انا ما اشتريتهم. سو في عندي ذا براون ذا بلاك ذا براون اند ذا بلو، سو نمبر 1 2 اند 3. اوكي سو ما بعرف اذا شايفين الالوان مزبوطين، كيب ان مايند انه الباك جراوند بيضا سو بتاثر.
سو هدول ثلاثة ونص اللي فور فيه ما بعرف اذا اللي وصلوا لي كانوا ناشفين او ما كانوا ذا بيست كواليتي، بس انه بما انه هن قصص معمولين من قصص طبيعيه اكيد ما بتكون الخدمه تبعهم او الشلف لايف تبعهم طويله مثل القصص محطوط لها مواد حافظه. سو هدول حلوين حبيتهم، بس انا صراحه اذا بدي استعمل اي بلو اور براون اور بلاك ايلاينر ما رح استعمل هدول، مش معناتها هن انه عاطلين، بس انا صراحه في عندي قصص بحبها اكثر سو هدول رح اتخلى عنهم لانه انا بحب شوي يكون شيء ذات جلايد اون اسرع واسلس واسلس من هول. سو كرمال هيك هول رح كون عم بتخلى عنهم. ليتس سي. اوكي في انا هول مقسمتهم اربع باربع تحت ما ضيع، هول كلهم انا شريتهم. هيدول اسمها البراند دي ان ام بيوتي، ما بعرف اذا رح تبين عليكم مزبوط. اجان ذا باك جراوند از وايت، باد تشويس ريبيكا، بس انه حسيتها اهين واحلى من الباك جراوند يعني معجقه. سو انا هدول اشتريتهم ثمنتهم من بيج بيجو، رح لكم بيجو بخانه المعلومات تحت لانه البيج عن جد تبعها انا كثير بحبها وجمانة انسانه بتعقد. سو اشتريت من عندها ثمانية ايلاينرز، اللي هدف اللي خليني اشتري الايلاينرز تشوف اي وحدين، لا هدول المنيح. اوكي الهدف اللي خليني اشتريهم هن ذا نيون وانز، سو رح فرجيكم الالوان لانه الالوان عن جد بتعقد وكنت فكرتهم رح يبينوا هيك. اوكي سو اشتريت ذا نيون وانز على امل انه يكونوا ذا بيست، ذي ويرنت ذا بيست، وهيدول كانوا بالورست برودكت انا مجربتهم بال 2021. سو هيدول الاربعه رح اتخلى عنهم. اوكي عن جد مثلا تخيلوا هيدا، تخيلوا هيدا ما بعرف اذا رح يبين عليكم نيون، نيون يلو. اوكي كنت متمنيه انه يكون بعقد، ات وازنت. لحط لكم زي السكرين بخانه المعلومات تحت فيفرت اند ورست برودكت انا مجربتهم بال 2021، حط لكم بلاي ليست. اوكي سو هدول رح اتخلى عنهم. اند ذا اذر وانز يلي في عنا الالوان تبعهم صعب فتحهم بس بحب انه سكيورد ما بيفتحوا، في عنا بني رح خليه، في عنا لون الاحمر حلو، الاحمر كثير حلو، في عنا البلوش بيربل اخ، وفي عنا ذا براون ما بعرف لحظة خليني نشوف. قلت لكم ما رح اعمل سواتشز، ام غانا دو سواتشز لانه انا ضاعت. في عنا براون، اوكي البراون رح خليه، الاحمر اكيد رح خليه لانه الاحمر عن جد كثير حلو واستعملته كذا مره، ما بعرف اذا بيجوا بعد عندي اياهم او لا. في عنا ذا بلو وان، اوكي هيدا البيربل، اوكي البيربل صراحه رح اتخلى عن عن هيدا او لا خلص رح خليهم كلهم بالوقت الحالي، رح خليهم كلهم. ام نوت دوينج ويل، لازم عنجد على حالي. I'm not doing well. I should be doing better. فعندي هدول الثلاثة من أسنس هول أنا جايبتهم. خيرت بعدهم أسنس ببيعون بلبنان لأنه these are the best liners ever. من عندي سنين. بعدهم so good. قلبي ما بيطوعني أتخلى عنهم. هلا عم فكر كنت قايلة لحالي بدي أتخلى عنهم. رح أتخلى عن البيربل لأنه بلش ينشف. أوكي. وعندي الإنجلوت جورا لاينر اللي بخلي حيالا جل لاينر او ليكويد لاينر يرجع يعيش، بس انه صراحه رح اتخلى عن ذا بيربل اوكي وخلي ذا سيلفر اند ذا براون لانه كثير منيح. صراحه انا ما كثير عم بستعمل جل لاينرز لانه انا ماني بالبيت وهدول محطوطين كل الوقت بالبيت، لازم احطهم ان ماي روتيشن. سو اذا مش عم بعمل هذا الشيء ذكروني انه اي شود بي دوينج ذس لانه عن جد هن برودكتس كثير منيح. في عنا من روبي روز تبعتوا لي ذا تيسترز تحت اعمل الفيديوز، بعتوا لي كمان هذا التيستر تبع جلانو، جلانو تبعهم كثير منيح بس نشاف عندي هذا الحق لانه الحق علي انا ما كنت مسكرته منيح. انا يوجولي بس بدي سكر جلانو بتاكد كثير منيح انه انا مسكرتهم، بس كنت عم صور يوتيوب فيديو وعم بستعمله، عم صور شيء وكنت بالبيت عندي مش مطرح ما انا عم كون هلا ثلاث ارباع الاوقات، سو تركته مفتوح وما انه مسكر مزبوط نشف. سو فور ذات ريزن رح كون عم بتخلى عنه مع انه اتس ساتش ا جريت برودكت، هن بعتوا لي اياه مش انا اشتريته. في عنا من انجلوت الجل لاينر نمبر 77، اللي ما بيعرف قديش حلو هيدا الايلاينر يو شود بي تراينج ذس وان، انجلوت از ساتش ا جريت براند. يمكن الدعايات عنا بلبنان والبي ار اللي ببعتون منن قوي مثل غير براندز كرمال هيك ما بنحكي عنه، بس وقت نحكي عن professional brand انجلوت is such a great brand. هذا انا شريته، it's the best eyeliner. هذا استعملته نهار عرس، رح لكم بزاوية سكرين بخانة المعلومات تحت وقت انا عملت my makeup for my wedding لانه انا عملته I did created، عملت لكم فيديو رح لكم فيديو بزاوية سكرين وبخانة المعلومات تحت. I love this eyeliner, it's such a great eyeliner. صراحة اسنس وقتها كانوا الايلاينر طبعا الاسود متوفر بلبنان بعده اقوى من الانجلوت، يعني قد ايه بيقولوا لكم الانجلوت بعقد الاسنس بعد
احلى، بس unfortunately الاسنس مش موجود، وعم بنسى وصي حدا عم يجي من برا تحتاج لي هون او ينبش لي عليه بركي بلاقي لي. خلينا نقرب هدول البقوه لانه صارت الكميه اقل. سو اوكي فضل عندي هدول سو فار، صرت متخليه على 2 6 8 10 13 سو اولموست رح اوصل الجول تبع انه يصير ب 30، بس اذا بقدر يصير باول 30 او باخر ال 20 ما رح اقول لا. في عندي هيدول تو اي لاينرز من بيو يلي اسمهم ذا مات لاينرز، سو في عندي واحد بني وعندي واحد ازرق، هدول اثنيناتهم وصلوا لي فور فري من بيو، كثير حلوين هول الاي لاينرز، البلو كثير بحبه والبراون كثير بحبه، كثير هينين بالرسم، هدول بيجوا كانهم فلتر كثير هينين يعني سوبر هينين. كيب ان مايند وقت نكون عم نستعمل حيلا شيء بيجي هيك على طول حطوا التب تبعه لميل التحت تحت يضلوا هيك فريش، واذا تستعملوه تكون الميل اللي بتعبي فيها البرودكت تكون تقدر تحط لكم البرودكت بطريقه كثير هينه، وعن جد such a great liner سو هول انا رح خليهم عندي. في عنا من سابيل وصل لي هيدا الايلاينر يلي هو اسمه ايلاينر هاي بريسيشن، كثير حلو هيدا الايلاينر صراحه، ما اختبرته اذا ليكويد اذا واتر بروف او لا، بس الريشه تبعه سوبر حلوه وسوبر رفيعه وكثير هين انه اعمل فيه ايلاينر. اذا انتم مبتدئين بدكم شيء افوردبل لانه سابيل از ليبانيز اند فيري افوردبل، كثير بنصحكم بهيدا الايلاينر. صراحه ما انا عندي كثير، ام غانا كيب ذس ايلاينر. هلا في عندي ليتس سي اوكي، في عندي هيدا النوت اسمه اي ثينك بلومينج ايلاينر، بيجي من ميلي قلم بيجي من ثاني ميلي ستامب. صراحه وقتها بدي استعمله از ستامب، وقت يكون عندكم شيء بيجي دبل سايدد انتم بتكون تحطوه ميله وحده لميله تحت، عم تتخلوا عن ميله الثانيه. سو هيدا كستامب يعني هو الفكره اللي بتخليني احبه لهيدا البرودكت كثير. I cannot use it. It's atypical and good eyeliner من تاني ميل، هيدا وصلي for free. بس صراحه صار على اخر يعني صار عم بيعذبني وقت بدي اعمل ايلاينر، عم برجع حط كذا مره فوقه، سو بظن صار باخر عمره صار وقت اتخلى عنه. سو كرمال هيك I'm gonna let go of this one. في عنا هيدا الايلاينر من روبي روز يلي هو الديب لاينر، اتس such an amazing eyeliner، هذا وصل لي for free من روبي روز، كثير بحبوا هيدا الايلاينر. اذا انتم بيجنرز بدكم شيء فول اون بلاك فول اون بلاك كثير بنصحكم فيه، اجان الريشه تبعه كثير هينه بالاستعمال. اذا انتم بدكم انت فول اون بلاك لا خليه عندي، حس حالي انا وصلت على الجول على قد انه انا صاروا بظن صاروا 40 عندي اذا بخلي كل شيء، وعم طلع فيهم صراحه بحب اخلي كل شيء. رح اتخلى عن هيدا اوكي تنوصل للجول تبعنا نصير بالثلاثينات، الويبو الكتريك بلو ايلاينر. سو هيدا انا اشتريته مش وصل لي فور فري، اذا بتشوفوا الصوره تبعه بالدعاية قديش بلو حلو بتفكروا انه هو رح يطلع دوب، لا بس كان فتوح اورينت ايلاينر ان شارم يلي هو فيفورت بلو بيطلع ترو بلو اوكي. وانا وقت اشتريته كنت ناوي انه بركي بلاقي دوب لذيس وان، اتس نوت يعني انا بدي خده كثير منيح قبل ما استعمله وبدي احط منه كذا كوت تحت يطلع البلو ذا اي وانت. سو انا وقت بدي بلو ايلاينر بدي اياه بلو ايلاينر، مش بدي اياه يكون بلو اذا قربته كثير علي. هلا بعدنا بالبانديميك ما بدي حدا يقرب علي، سو هيدا مع انه كثير كنت هيك متحمسه انه جربه ات وازنت as I wanted. هلا عم برجع افكر I'm gonna declutter، عم بطلع بايدي كثير هيدول الاثنين قراب من بعضهم، وعندي انا the brown one اللي كثير بحبه من this one من بيو. سو لحظه رح اتخلى عن هيدول اثنيناتهم لانه I'm not gonna be using them. سو the blue one رح خليه اوكي، this one رح اتخلى عنه. هلا عم فكر فيها لانه عم بطلع انا بايدي لانه انا can see the swatches انتم ما لكم شايفينهم وما عم بستعمل، سو هدول الاثنين حطيني هون on the other side. I think كل شيء قدامي باقي رح خليه. في عنا من Maybelline هايبر ايزي ايلاينر، سمعين عنه good reviews because it's very easy. اكيد عنه ريفيو انه انا هيدا بالايام اللي بس بدي اعمل ايلاينر تبعي ما بدي احطكم اي شادو، هيدا بعقد. وقتها بدي احط اي شادو بفضل انكم تعملوا كل عين لحالها، يعني تحطوا الاي شادو بعدين الايلاينر، تنتقلوا على ثاني عين تحطوا الاي شادو والايلاينر، ساعتها it will be great لانه فوق الاي شادو بتخف القوه تبعه. بس اجان كثير اوقات انا ما بحط اي شادو دغري بنتقل للايلاينر، اتس ساتش ان ايزي وان، الريشه تبعه سوبر رفيعه وكثير هينه اف يو ار بيجنر. سو كرمال هيك هيدا باقي عندي بالكولكشن. هيدا انا الميبيلين انا شريته
كنت فاكره انه وصلي فور فري، انه هيدا انا طلعت انه شريته. في عنا من جوسي بيوتي اثنيناتهم وصلي فور فري، يلي هن البرنسس واتر بروف ليكويد اي لاينرز. عندي هون شيت 200 اند 300، سو 200 هو هيدا اوكي، اند 300 هو ذا بيربل وان. هيدول انا صراحه كنت عم بطلبهم، كنت عم بعمل اوردر تقشرهم انا بمصرياتي وجوسي بيوتي. They are the kindest. So كانوا عاملين سيل، عرفوا ان انا عملت الاوردر سو بعتوا اليوم فور فري. بس انا صراحه هول كثير بحبهم، انا ويل باي ذم ان هارت بيت بمصرياتي. هيدا اوريدي البيربل كان عندي، سو كنت ثاني مره عم بشتريه وكثير حلو. وذا بلو وان اعطيت عنه ذا بيست ريفيو، I love these. هيدول اكيد رح خليهم عندي بالكولكشن. في عندي من سان جيرمان السوبر ستار لاينر الترا بلاك، سو هيدا انا وصلي فور فري. اتس ا جريت اي لاينر، اذا بدكم اي لاينر من ليبانيز براند وفيري افوردبل، كثير كمان بنصحكم بهيدا. صراحه ريشته هي فلت، منا ريشه مثل تبع ذا سابيل وان، بس اجان فور بيجنرز كتير 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 هين بالاستعمال، سو هيدا رح خليه عندي. في عندي من جوسي بيوتي الانك لاينر 24 hours، سو هيدا انا شريته. I have the pink one، ما بعرف شو رقمه صراحة، بس it's the pink one. بحبه لهيدا الايلاينر، كان عندي هون كلهم صراحة، كان عندي the blue the white، خليت the pink one لانه اكتر واحد حسيته pigmented وما بيطقطق. Okay, so I love this one. I'll keep it in the collection. من زمان وصل لي package من Wow Beauty Forward. كان في هيدا eyeliner. It's such a great eyeliner. صراحة هيدا عم فكر هلا اتخلى عنه واعطيه للماما، لانه كثير هين بالاستعمال. وصراحه انا الفولورز تبعي والفيورز تبعي بيحبوا اكثر الافوردبل، سو انا اذا بدي عن جد احكي بضمير مقارنه بين هول الاثنين او هول الثلاثه، اوكي خليني بهول الاثنين تحت اكون كثير صريحه. البيجمنتيشن نفس السواد، انا بحبه اسود وما يكون لميع، اثنيناتهم سوادهم حلو وما لهم لميع، واثنيناتهم كثير الابليكيتور تبعهم هين بالرسم. سو انا اذا بدي سالني حدا من الفولورز اي واحد عن جد تنصحيني، ما رح اقول له جيب الواو بيوتي فورورد، رح اقول له جيب الروبي روز. سو كرمال هيك هيدا رح اعطيه للماما، صور هيدا للماما رح اتخلى عنه. بضل في عندي ماي فيفورت اي لاينر ايفر، يلي ما بعرف اذا برجع بشتري اذا خلص. بس نعم فتوح اورينت واتر بروف اي لاينر شيد هو شارم. هيدا بلو اي لاينر بيسطل، مش انه حلو بيسطل. اي لاف ذس وان، ات واز ا فيفورت اوف ماين لوقت كتير طويل. البلو تبعه بيطلع ترو بلو، هلا ما بعرف اذا مبين عليكم اللون. اجان الوايت باك جراوند not the best idea and guess what رح صور كذا declutter. anyway كتير بحبه كتير بحبه. هيدا اجاني كادو من حدا من رفقاتي، كتير بعقد واكيد رح اخليه عندي. في عندي من golden rose الايلاينرز تبعهم يلي اسمهم sparkle eyeliner، عندي شيد نمبر 1 يلي هو a beautiful metallic white او silver، كتير بحبه كتير كتير بحبه. واذا بدي ارنو بي ruby rose 1 رح اقرب لكم حتى تشوفوا بركي احسن. اوكي الروبي روز هو اكثر على وايت، ذا جولدن روز اكثر على سيلفر، سو ما عندي شيء من هيدا النوع. واذا بدي سيلفر اي كان ايزلي يوز ذس وان اند اي لاف ات. وبضل عندي هدول الجولدن روز انا اشتريته ما بعرف اذا قلت لكم. بضل في عندي هدول ثلاثه ماكسي كولر بلاي ليكويد اي لاينر، سو عندي ذا جرين ذا براون اند ذا بلو. هدول الثلاثه انا اشتريتهم، بس هدول الثلاثه كانوا قبل وصليني فور فري فروم اي سيرتن بيج، كثير حلوين. اوكي سو اذا بدكم اقرب جوب بالنسبه لالي للبستان فتوح عن جد وبلا مبالغه بقول لكم جيبوا ذا بلو وان. وين حطينا البسام فتوح؟ حطيته بالديكلاتر، اوعى اوعى هون بسام فتوح بنحبه لبسام. عن جد اقرب شيء عليه هو هيدا ذا بلو وان. في عندنا ذا براون وان اند ذا جرين وان، كثير حلوين. وهدول منهم من الايلاينرز اللي بدكم تقربوا كثير عليه حتى تشوفوا من بعيد، فيكم تعرفوا انا حاطه بلو براون اور اي جرين. والبراون تبعه هيدا براون فاتح، سو كرمال هيك كثير بحبه. هدول رح خليهم عندي هلا حتى جمعتهم اياه هون وفرجيكم كم واحد انا خليت ونعت كم واحد انا تخليت عنهم. صراحه كثير حبيت انه انا خليت عندي بس 34 ايلاينر او ديب لاينر او ليكويد ايلاينر او جل لاينر يو نيم ات. صراحه كثير مبسوطه انه 34 واللي تخليت عنهم بس عديت وطلعوا 18، سو صراحه كثير مبسوطه بالريزولت. هدول القصص المنيحه منه رح كون عم بعطيها لحدا يستفيد منه، والقصص المش منيحه رح كون عم كبها انا بالزباله. يعني ما في شيء عم بتخلى عنه الا اذا كان شيء خاصه متو او
منشف مثل هيدا الايلاينر من روبي روز. كيب ان مايند انه انا خليت في سته منهم هن ميني سايز، بس حتى مثلا اذا بتشوفوا هيدا من روبي روز هدول التسترز الوحيد اللي بستعملهم. اذا بعمل لكم اب كلوز عليه مستعمله قسم كثير كبير منه، سو هدول انا عم بستعملهم نون ستوب، سو ما عندي مشكله انه خلص هدول المينيز وانتقل بعدين للفول سايز. يعني حتى الجولد خليت الفول سايز لانه عارفه حالي ام غانا بي يوزينج ذم. كل ما اطلع على واحد منهم هو برودكت عن جد انا بحبه ورح استعمله، احسن ما يكون عندي كل هول مع هول وانا صراحه ما بستعملهم. وصراحه كثير مبسوطه انه خليت عندي 34 دريلاف وتخليت عن 18 اي لاينر. بتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو. كيب ان مايند اذا ذكرت عن برودكت انه انا ما حبيته بس اتس يور فيفورت، اكيد الدنيا ازواق وكل شيء انا وصلي فور فري وعملت له يمكن ديكلاتر. Keep in mind انه انا مش معناتها انك لجميل، بالعكس انا كتير ممنونه لكل شيء بيصلي فور فري. كل ما بيصلي اكثر كل ما بقدر اجرب لكم برودكتس اكثر واعطيكم ريفيوز اكثر، وساعات انتم تعرفوا بالمصريات تبعكم شو انسب برودكت تشترون ريجاردينج كل شيء انا مجربته. بس انا صراحه بفضل انه اتخلى عن قصص ما عم بستعملها عن انه تضلها مشقه عندي بس لانه وصلت لي فور فري. بفضل اعطيها لحدا غيري يستفيد منها وخلي عندي ذا بيست اوف ذا بيست ان هير برودكتس يلي اي ويل يوز ذم نون ستوب. اني اذا حبيتوا هذا الديكلاتر فيديو ما تنسوا تعملوا لايك للفيديو، كل ما بتعملوا لايك اكثر كل ما تكونوا عم تخبروني انه هيدا ستايل اوف فيديوز بتحبون اكثر. كمان ناطره تعليقاتكم، شو رايكم بهذا الفيديو بخانه التعليقات تحت، واكيد ما تنسوا تشاركوا هذا الفيديو مع رفقاتكم تبعتون اللينك. واكيد قبل ما تطلع من هذا الفيديو اذا حابين تشوفوا المستقبل ما تنسوا تعملوا سبسكرايب للشانل تبعي، تدوا جرس هون، حط كلمه سبسكرايب لما تقفوا على فيديو. كل المعلومات الخاصه فيي كل شيء حطيته على وجه الديسكاونت كود وين تلاقون وكثير تفاصيل غير هن بخانه المعلومات تحت، بالاضافه لكثير فيديوز انا عملتهم بيعلموكم تصيروا احسن بالميك اب تبعكم او ريجاردينج يور ميك اب كولكشن. اول اوف ماي سوشيال ميديا بلاتفورمز هن بخانه المعلومات تحت، ديفنتلي اعملوا فولو عليهم سبيشلي انستغرام اند كيپ يور ايز اوبن على انستغرام لانه في شيء بيصير اوقات عندي على الانستغرام ستوريز. بدي اشكركم على وقتكم الثمين اللي قضيتوا تحضروا هذا الفيديو بهيدا الوقت، كان فيكم تعملوا كثير قصص غير بس انتم بتعقدوا وقعدتوا تحت هذا الفيديو معي للاخر. هلا اللي عم يحضر الفيديو للاخر بدكم تخبروني انكم انتم ما عم تقفوا ولا ثانيه، اكتبوا لي شو يور فيفورت اي لاينر ايفر ليكويد اي لاينر جل لاينر ما بيهمني، اكتبوا لي بخانه التعليقات تحت اعرف انكم عم تحضروا معي الفيديو للاخر. اشكركم من قلبي على هذا الشيء. اي لاف يو اول وان الارات، انا بشوفكم بالفيديو الجاي. باي.